الصراع الأقوى في الشرق الأوسط، بل الأعقد والأكثر توتراً في العالم، بين إسرائيل وإيران. فمنذ سنوات بعيدة تحاول إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الوقوف حاجزاً أمام التسلح النووي الإيراني، وما زالت إسرائيل توجه ضربات قاسية لإيران وحلفائها في المنطقة لردع قوتها وكسر أجنحتها التي تعتمد عليها. وإيران تهدد بلهجة قاسية وتتوعد بمسح إسرائيل عن الخارطة، وإسرائيل ما زالت تهيمن وتضرب إيران بالعمق عبر اغتيال قادة ومهندسين في العاصمة الإيرانية طهران. وإيران كعادتها تتعهد بالانتقام قولاً، بينما الأفعال على الأرض تظهر صمت الجمهورية الفارسية وتراجعها. فهل إيران وإسرائيل أمام مواجهة عسكرية قادمة؟ وهل الصمت الإيراني سيطول؟ تستمر المخاوف الإسرائيلية من البرنامج الإيراني في السنوات الأخيرة، بالأخص بعد رفع معدل تخصيب اليورانيوم إلى نسبة غير مسبوقة تبلغ 60%، ما يجعلها تقترب من معدل 85%، وهي النسبة اللازمة لصنع القنبلة النووية. وبعد تعثر مفاوضات فيينا النووية وإرجاء التوقيع الإيراني إلى أجل غير مسمى، أصبحت المواجهة أقرب من أي وقت سابق، خصوصاً مع تسابق الطرفين في التهديد والوعيد، كما ازدادت وتيرة الحرب الإعلامية بين الجانبين، وشهد العالم التصعيد الإسرائيلي على إيران في عدة ساحات في الشرق الأوسط. في حين تسعى الدول الغربية لإعادة الاتفاق النووي مع طهران، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات على إيران، وعملت إسرائيل على توجيه الضربات المخابراتية لإيران خلال 12 عاماً الأخيرة عبر اغتيال كبار العلماء والعسكريين والسياسيين الذين تربطهم علاقة بالبرنامج النووي. بدأت أولى هذه الضربات باغتيال مسعود علي محمدي، أستاذ مادة فيزياء الجسيمات في جامعة طهران، عبر انفجار قنبلة تم تفعيلها عن بعد. وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية آنذاك أنها أعدمت مجيد فاشي، مشيرة إلى أنه عمل مع الموساد وساعد في اغتيال العالم النووي مسعود علي. وفي شهر نوفمبر من ذات العام قتل مؤسس الجمعية النووية الإيرانية مجيد شهرياري، الذي تولى أحد أكبر المشاريع للطاقة الذرية عبر قنبلة ألصقت في سيارته. وفي نهاية شهر يوليو من العام 2011 أطلق مجهولان النار على العالم الإيراني داريوش رضائي نجاد. وفي شهر نوفمبر من نفس العام قتل حسن مقدم، الجنرال في الحرس الثوري، جراء انفجار في مستودع ذخيرة. ونشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز حينها عن عملاء سابقين في الاستخبارات الأمريكية قالوا أن الانفجار ناجم عن عملية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقتل العالم مصطفى أحمد روشان، الذي يعمل في موقع نطنز النووي، في شهر يناير من العام 2012 إثر انفجار قنبلة مغناطيسية وضعت في سيارته. والقوات الأمريكية اغتالت الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، عبر طائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد في يناير من العام 2020. وفي ذات العام قتل العالم النووي محسن فخري زادة قرب العاصمة طهران، واتهمت إيران الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بالوقوف وراء عمليات الاغتيال. ومؤخراً تم اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني العقيد حسن صياد خداي وسط العاصمة الإيرانية طهران. وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها هي من قامت بالعملية وفق صحيفة نيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أيضاً عن مصادر إيرانية أن طهران تعتقد أن إسرائيل عملت على تصفية أيوب انتظاري، وهو مهندس طيران عمل في مركز عسكري للأبحاث، والعالم الجيولوجي كامران أجملائي
من خلال تسميم طعامهما، وظهرت عليهما أعراض التسمم الحاد بعد عودتهما من رحلتهما. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ألقى القبض على أعضاء في شبكة تجسس إسرائيلية حاولوا سرقة وتدمير ممتلكات عامة وشخصية والقيام بعمليات خطف خلال العام الحالي. وفي الجانب الآخر، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عن إحباط محاولات إيرانية لاختطاف أكاديميين ورجال أعمال إسرائيليين. كما ردت إيران على عمليات الاغتيال الإسرائيلية بحسب مصدر مقرب من فيلق القدس، إذ أقدمت على اغتيال الضابط في جهاز الموساد الإسرائيلي المدعو فهيم هيناوي خلال نهاية العام 2020 جنوب شرقي تل أبيب. وجاءت هذه العملية بعد 7 أيام من قتل العالم الإيراني محسن فخريزادة. وعملت القوات الإيرانية على اغتيال قائد لواء الناحال في الجيش الإسرائيلي الجنرال شارون أسمان في شهر يناير من العام 2021 بمدينة نتانيا وسط فلسطين المحتلة، وذلك حسب ما أشار إليه فيلق القدس. حرب تلوح بالأفق. على مدار السنوات الماضية، نفذت إسرائيل عشرات برامج التدريب لطيارها لمواجهة سيناريو ضرب أهداف عبر سلاح الجو في الأراضي الإيرانية، على غرار ما فعلت عندما نفذت ضربة جوية ضد مفاعل تموز النووي العراقي عام 1981. وأجرت خلال شهر يونيو من العام الجاري مناورات لسلاح الجو، وتدرب الجيش الإسرائيلي على إنقاذ طيارين قفزوا من طائرات في مناطق بعيدة عن الحدود، كما كثفت من تدريبات الغواصات في البحر الأحمر والبوارج الحربية الحاملة للصواريخ. ونفذ الجيش الإسرائيلي مناورة استمرت لمدة شهر كامل تحت اسم مركبات النار، في إطار الاستعدادات المستمرة لاندلاع حرب متعددة الجبهات، فضلاً عن تطوير أسلحتها مثل طائرة F-35 التي تستطيع عبرها التحليق في سماء إيران دون التزود بالوقود، وتطوير قنابل يصل وزنها إلى طن. وفي إيران، وخلال العرض العسكري في شهر إبريل من العام الجاري، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأي تحرك ضد طهران. ومؤخراً، أطلق مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي تهديداته ضد إسرائيل قائلاً: أتمنى أن تجرؤ إسرائيل على ارتكاب خطأ وتعطينا ذريعة لنمحوها عن الأرض. سيناريو الحرب المتوقع. تحاول إسرائيل منع إيران من امتلاك السلاح النووي بشتى السبل، على الرغم من تأكيد الأخيرة أن برنامجها النووي سلمي للغاية، إلا أن مراقبون يتحدثون عن اقتراب إيران من امتلاك القنبلة النووية، ما جعل إسرائيل تصعد من ضرباتها تجاه الجمهورية الإسلامية، وحولت عملياتها في استهداف شخصيات إيرانية من سرية إلى علنية، الأمر الذي سيشعل حرباً متعددة الجبهات بداية من إيران حتى سوريا وصولاً إلى لبنان، وربما تشمل الحوثيين في اليمن والفصائل الفلسطينية التي تساندها إيران في غزة. ومع ازدياد الحديث عن حرب متعددة الجبهات، ينظر الجميع إلى سلاح إيران الأقوى وهو حزب الله اللبناني، الذي استعد بعد حرب تموز عام 2006 لسيناريو اقتحام الحدود والسيطرة على مستوطنات في شمال إسرائيل، فيما بدأت فصائل فلسطينية في قطاع غزة تتحدث عن ذات السيناريو. ولكن الهدف المستوطنات المحيطة بالقطاع، ما دفع إسرائيل لبناء سور عازل تحت الأرض على امتداد الحدود مع قطاع غزة. أما عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، فتملك الأخيرة برنامجاً صاروخياً مثيراً للاهتمام، إذ تستطيع الصواريخ الإيرانية الوصول إلى القارة الأوروبية وولاية ألاسكا الأمريكية وأجزاء من قارة آسيا. هذا البرنامج الصاروخي هو ما تعتمد عليه إيران في المواجهة المقبلة مع إسرائيل، وسعت لتطوير دقة صواريخها، ما يمكنها من ضرب بنك أهدافها في إسرائيل. ستأتي هذه الضربات في حال أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية ضد إيران وضرب مواقع وأماكن استراتيجية لإيران، وعليها ستجد إسرائيل نفسها أمام جبهات عدة، مما يجبرها على توجيه ضربات
مضارباتها لأكثر من منطقة تتواجد بها الجمهورية الإيرانية وحلفائها في الشرق الأوسط بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. وقد تشارك أمريكا بطائراتها المقاتلة لرفع كفة قوتها وإضعاف القوة الإيرانية. وفي وقت سابق أشار أفيف كوخافي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إلى صعوبة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حال حدوث حرب مع حزب الله قائلاً: ستسقط في إسرائيل الكثير من الصواريخ وستلحق أضراراً وخسائراً بالممتلكات والأرواح. من الأقوى من حيث العدة والعتاد؟ أمام هذا السيناريو المتوقع لا بد من قياس فعلي لميزان القوى بين أطراف النزاع إيران وإسرائيل، إذ تم تصنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة 18 كأقوى الجيوش في العالم وفق موقع جلوبال فاير باور، وتأتي إيران في المرتبة 14. وعند الحديث عن قياس القوة العسكرية من حيث العدد لا بد من أن نبدأ من القوة البشرية، إذ يصل عدد سكان الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 9 ملايين نسمة، وجيشه يبلغ 635,000 جندي، من ضمنهم 465,000 في قوات الاحتياط، بينما إيران يصل عدد سكانها إلى حوالي 84 مليون نسمة، والجيش يزيد عدده عن 875,000 جندي، من بينهم 525,000 جندي فاعل. وسلاح الجو الإسرائيلي يمتلك 595 طائرة حربية، من أهم أنواعها F-15 إيجل وF-16 وF-35 لايتينج. والجيش الإيراني لديه 350 طائرة، منها مقاتلات أمريكية من طراز F-4 وF-5 وF-14، وطائرات عراقية سيطرت عليها خلال حرب الخليج، وطائرات روسية من طراز MiG-29. وعلى الأرض يمتلك الاحتلال الإسرائيلي 1650 دبابة و7500 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ، ويوجد بحوزة إيران 3700 دبابة و8500 مدرعة و770 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 2100 مدفع ميداني، إضافة إلى أكثر من 2000 راجمة صواريخ. والقوة البحرية الإسرائيلية يوجد لديها 65 قطعة بحرية، منها 5 غواصات و48 سفينة دورية، بينما السلاح البحري الإيراني يحتوي على 398 قطعة بحرية، منها 29 غواصة و20 سفينة دورية و3 طرادات. والعلامة الفارقة هنا أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي، حيث أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه حوالي 80 سلاحاً نووياً، ومن بينه 50 رأساً جاهزاً للضرب و30 قنبلة نووية تضرب عبر الطائرات. أمام هذا التهديد والصراع المتواصل، هل سنشهد حرباً بين إيران وإسرائيل؟